نهاركم سعيد مع الصحفي الاستاذ خالد ابو بكر. هنستعرض اهم عناوين الصحف. صباح الخير. صباح الخير. ايه الاخبار؟ كله كويس. كله كويس. نبدا على طول باول عنوان من جريده الشروق صفحه واحد، الصفحه الاولى يعني، الضغوط على موسى لاقناعه بخوض معركه الرئاسه، وده كلام يمكن جديد شويه. صحيح. للشروق الصفحه الاولى ايضا، اتفاق شبه نهائي على اجراء انتخابات الرئاسه اولا. من المصري اليوم صفحه واحد، مصادر تؤكد الرئاسه تتجه لاقرار 80% من المقاعد للفردي و20% للقوائم. من المصري اليوم ايضا الصفحه الاولى، موسى الدستور سيحصل على نعم بنسبه 75%. الاخبار صفحه واحد، الجيش يبدا تطهير الاسماعيليه. من الوطن في الصفحه الثالثه، الجيش يقتل ابو ربيعه ويقبض على 40 تكفيريا. من الاخبار صفحه ثلاثه، رسميا التيار المستقل يكتسح انتخابات نقابه الاطباء. من الوطن الصفحة الثانية، الري اتفقنا مع إثيوبيا والسودان على 6 نقاط واختلفنا حول تقييم الأجانب لأثار سد النهضة. وأخيرا من الأهرام، أبشروا موجة باردة جديدة تجتاح البلاد الأربعاء. طيب نبدأ على طول أكيد من الخبر الأساسي، وهو يمكن زي ما قلنا تاني يعني عودة تاني لظهور السيد عمرو موسى في كوالي أو يعني في الكلام عن ترشيح لانتخابات الرئاسة، بالرغم من أن تجربته في الانتخابات الأولانية لها ما لها ولا عليها ما عليها، إلا أنها لم تكن تجربة موفقة بالقدر المتوقع لاسم عمرو موسى. خلينا في البداية نتكلم عن الخبر ثم نتحدث عن خلفياته. يعني صحيفة الشروق في صفحتها، صدر صفحتها الأولى اليوم، نقلت عن مقربين من عمرو موسى من أن هناك ضغوطات عليه من قبل أناس قريبين منه وبعضهم محسوب على الدولة لحثه ودافعه على الترشح لرئاسة الجمهورية في حال إذا ما قرر الفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع عدم خوض جولة الانتخابات المقبلة، وذلك بالنظر إلى أن عمرو موسى دعنا نقول أنه ابن الدولة المصرية بين قوسين، وأثبت كفاءة، يعني هو النجم تصاعد بشكل كبير جدا ولافت من خلال إدارته للجنة الخمسين. الرجل دبلوماسي محنك نجح في العبور بأزمة الخمسين من أكثر من مشكلة ومن أكثر من مطب، ويجيد الحوار ويجيد التفاوض على أي مشكلة مهما كانت. عمرو موسى فيما أنت أشرت لحظوظه في انتخابات الرئاسة الماضية، يعني لا يمكن أن نعتبرها مقياس. أنا في تقديري الشخصي أن عمرو موسى 2.5 مليون اللي حصل عليهم بالبراند نيم اللي هو اسمه عمرو موسى، لم يكن معه حملة مكينة انتخابية كبيرة، هو رجل في نهاية المطاف دبلوماسي، يعني رجل مستور على قد حاله، معهوش فلوس ضخمة يصرفها على الانتخابات، ومعظم من كان من المفترض أن يدعم موسى في المرحلة في الانتخابات السابقة راح ورا شفيق. طيب بس يعني يمكن المناظرة الشهيرة بينه وبين والله أنا مش من لا بص يعني هقول لحضرتك حاجة، أنا مش من مع إن المناظرة أضرت موسى وأبو الفتوح، لا يعني أداء موسى على وجه التحديد كان أداء قوي وكان أداء يرقى بدبلوماسي مخضرم جلس على مقعد الأمين العام لجامعة الدول العربية 10 سنوات وقبلهم 10 سنوات على رأس الدبلوماسية المصرية، وبالتالي موسى سيظل رقما صعبا في المعادلة السياسية المصرية إذا ما قرر خوض الانتخابات الرئاسية في أي وقت. يعني هل ترى أن هذه فرصة، هل يعني تعتقد هو حيكون موقفه إيه؟ هل يقبل؟ والله في حال إيه عدم ترشح الفريق السيسي، أعتقد أن الدولة المصرية قد تدفع بموسى، لأني كما قلت في البداية هو ابن هذه الدولة. يعني موسى لا تستطيع أن تحسبه على تيار بعينه في الحياة السياسية المصرية. طيب وده يأتي بنا إلى بقى الخطوة الأساسية وهي الانتخابات نفسها، وهل قربنا من حسم الجدل حول ميعاد الانتخابات؟ والله في مصادر في مؤسسة الرئاسة تحدثت للشروق أيضا، والخبر منشور في صفحتها الأولى، على أن هناك داخل كواليس مؤسسة الرئاسة اتفاق شبه نهائي على اعتماد على إجراء الانتخابات الرئاسية قبل الانتخابات البرلمانية، وبموجب الوثيقة الدستور التي لم يتم التصويت عليها حتى الآن أو الاستفتاء عليها، من حق رئيس الجمهورية تعديل خريطة الطريق، وهذا فيه أقوال كثيرة جدا. لكن على أي حال الخبر في الشروق يستند إلى
أن الأجهزة الأمنية رصدت دعما هائلا ربما يصب في مصلحة الإخوان المسلمين للمنافسة على الانتخابات البرلمانية، وفي حال إذا ما حصلوا على مقاعد كبيرة من وجهة نظر المصادر ذلك ربما يعوق عمل الرئيس المقبل، ونحن بحاجة إلى برلمان ورئيس متناغمين. لكن بعيدا عن هذه التفصيلة، يعني أنا أميل إلى إجراء الانتخابات الرئاسية أولا حتى يكتمل دولاب الدولة المصرية المتمثل في السلطة التنفيذية من رئيس وحكومة، ويأتي البرلمان تاليا، لأن عملية الانتخابات البرلمانية تأخذ وقتا طويلا في مصر. الرئاسة أيضا، ودي من مصادر لكن من مصر اليوم بالضبط، بتقول أنها تتجه إلى إقرار 80% من المقاعد للفردي و 20% للقوائم. صحيح، وبحسب ما نشرت الصحيفة فإن ال 80% التي ستكون على المقاعد الفردية، وقال لك أنه هيكون على نظام الدوائر القديمة اللي كان في أيام قبل 2011، هيبقى عندنا 444 مقعد فردي بحيث على 222 دائرة انتخابية، وكل دائرة هيبقى فيها مرشحين، وال 20% هيتم إضافة 111 نائب أو مقعد على ال 444، فهيبقى عندنا 555 مقعد. ال 111 دول هيبقوا قوائم، وهيتم لسد المطلب الدستوري أو النص الدستوري المرتبط بتمثيل جيد للأقباط وللشباب وللمرأة وللعمال وللفلاحين. أيضا نرجع تاني للسيد عمرو موسى، واللي قال في تصريح لي أن الدستور سيحصل على نعم بنسبة 75%، ده كان في أي إطار هذا التصريح؟ وهو الرجل كان في مؤتمر صحفي عالمي بالأمس في الهيئة العامة للاستعلامات مع المراسلين الأجانب والصحف الأجنبية حول مواد الدستور، وكان معه مجموعة من أعضاء لجنة الخمسين الذين يمثلون طوائف مختلفة من المجتمع. يعني نبرة التفاؤل يتحدث بها السيد موسى عن أن نسبة التصويت بنعم على الدستور ستصل إلى 75%. أنا بقول له حتى لو طلعت تصويت بنسبة 70% فهي نتيجة مرضية جدا. والأمل وما ننتظره من المصريين هو الاحتشاد أمام صناديق الاستفتاء، لأن نسبة المشاركة الواسعة ستعطي مصداقية كبيرة جدا جدا للتعديلات الدستورية التي أجريت وشرعية. نعم، بطبيعة الحال الجيش يبدأ تطهير الإسماعيلية، ولا يعني خلينا بس نتكلم لان ده مرتبط بالخبر اللي بعده اللي بناخدهم مع بعض. صحيح. اللي هو من الوطن، الجيش يقتل ابو ربيعه وهو جهادي كبير في سيناء، ويقبض على اخرين طبعا على 40 تكفيريا اخرين. الواضح والملموس خلال الاسابيع الاخيره ان القوات المسلحه فرضت سلطتها كامله على اراضي سيناء، والمبادرة بيدها طوال أكثر من شهر ونصف داخل سيناء، لا يمر يوم إلا ويتم القبض على إرهابيين كبار وليسوا من العناصر التي الصغيرة التي تستخدم. مداهمة بؤر إجرامية وقتل من فيها أو القبض على آخرين، أنا في اعتقادي أن القوات المسلحة نجحت في وقت قياسي ووقت سريع جدا أن تكسر شوكة الإرهاب الذي كان يعاشش في الجزء الشمالي الشرقي من سيناء، لأن سيناء ما زلت أكرر أن سيناء ليست كلها غير آمنة، هذا غير صحيح وغير دقيق. الجنوب باستثناء مهاجمة مديرية الأمن كان من حوالي شهرين آمن تماما، والسياحة موجودة في دهب وفي شرم الشيخ وفي طور وفي غيرها من المناطق. فيما يخص الشمال، المسألة مرتبطة بمثلث رفح العريش وشيخ زويد. بخلاف ذلك الأراضي السنوية طبيعة المنطقة وطبيعة المنطقة آمنة، والجيش فرض سيطرته وتواجد بكثافة شديدة جدا، وده شيء رائع جدا بالنسبة للأمن القومي المصري. ما يخص حملة التطهير في سيناء، كلنا تابعنا الأسبوع الماضي التفجير الذي وقع أمام معسكر الأمن المركزي في مدخل الإسماعيلية. القوات المسلحة أيضا تستعد بالتنسيق مع الشرطة لمداهمة بعض البؤر التي يتوقع أن يتواجد الإرهابيين فيها، وبحسب ما أشارت الوطن ده الأخبار، في بعض البؤر في القصاصين وفي التل الكبير وفي الظهير الصحراوي المتاخم لحدود الإسماعيلية، وأيضا بعض المناطق الموجودة على طريق الإسماعيلية بورسعيد.
يعني نتمنى يعني اكيد احنا كلنا بندعم يعني كل هذه مش بس المحاولات النجاحات المستمره. يمكن كان في القضاء على هذا الكابوس، كان في البعض متشائم ويتحدث عن ان الولايات المتحده بجيشها القوي لم تنجح في القضاء على الارهاب في افغانستان. يعني بس انا بحب اقول لهؤلاء الناس ان في هناك فارق كبير جدا بين ان تقاتل في ارض ليست ارضك ومن أن تقاتل على أرضك التي صحيح. تحفظها عن ظهر قلب، تحفظ كل ثانية أرضية وكل هيئة وكل تبة. يعني المقاربة أو المقارنة كانت ليس في محلها بطبيعة الحال. نرجع تاني بقى هنقول إيه السياسة المقنعة. التيار المستقل يكتسح انتخابات نقابة الأطباء. يعني والله هو التيار الاستقلال، قائمة التيار الاستقلال نجحت في الحصول على فوز ساحق على قائمة جماعة الإخوان، وده وضع حد لسيطرة الإخوان المسلمين على نقابة الأطباء منذ ربع قرن، منذ 25 عاما. وأنا أنتهز هذه الفرصة من هذا المنبر لأبعث بتحية إلى سيدة مصرية عظيمة جدا، هي السيدة منى مينا رئيس حركة أطباء بلا حقوق، تلك السيدة التي ظلت تناضل سنوات طويلة جدا وكانت تقف أمام دار الحكمة الذي هو نقابة الأطباء مع 4 أو 5 أفراد ليس أكثر. جاء اليوم الذي تكتسح فيه القائمة التي تتزعمها منى مينا لانتخابات نقابة الأطباء، وهذه سيدة مصرية قبطية انخرطت في الشأن العام لتعيد المصريين لتذكر أقباط عظام انخرطوا في الحياة السياسية المصرية زي مكرم عبيد وقس سيرجيوس وغيرهم. يعني هذه السيدة لا، وهي كانت ضيفتنا يمكن أكثر من مرة وهتكون ضيفتنا أكيد أكثر من مرة برضو، سيدة فعلا تستحق كل الاحترام. لكن هل تعتقد أن هذا الاحتفاء وهذا هذه الأهمية التي حازت عليها هذه الانتخابات، هل هي لمجرد عدم الانفراد ب 25 سنة أخرى من تيار الإخوان، ولا هي ليها دلالة أكبر من كده اللي خلت ناس مش مهتمين يمكن أو معنيين بالأطباء ونقابتهم يكونوا برضو مهتمين؟ لا، ده أول اختبار انتخابي بعد 30 يونيو، وبالتالي كانت كل الأضواء مركزة عليه. يعني هو تستطيع أن تقول بشكل أو آخر أنه مقياس للشعبية. يعني أنت لو بصيت لنتائج انتخابات النقابات الفرعية، يعني الانتخابات العامة اكتسح التيار الاستقلال، ما خص الإخوان خسروا في محافظات للوهلة الأولى تتصور أن لهم حضورا كبيرا فيها، يعني محافظة أسيوط خسروا كل المقاعد، في محافظة أيضا زي بني سويف كان أمر لافت جدا، المنيا حققوا بعض المقاعد ولكن الأغلبية أيضا كانت للمستقلين، هذا في جنوب مصر. وبالتالي رغم سوء الأحوال الجوية ورغم يوم انعقاد الانتخاب كان يوم الجمعة الماضي، إلا أن الأطباء في معظمهم حرصوا على المشاركة في هذه في هذا الاستحقاق الانتخابي الخاص بهم، وبالتالي اهتمام المجتمع كما أشرت يعود إلى أنه أول استحقاق انتخابي بعد 30 يونيو، وده كان مقياس معيار موضوعي لقياس شعبية القوى السياسية على الأرض. طيب نرجع تاني بقى لملف مهم جدا، ملف المياه، وبرضو تصريح هام جدا لوزارة الري اللي بيقول فيه اتفقنا مع إثيوبيا والسودان على 6 نقاط واختلفنا حول تقييم الأجانب لأثار النهضة. لا، خليني بس أشير إلى نقطة مهمة جدا فيما يخص ملف التفاوض مع إثيوبيا بشأن سد النهضة الإثيوبي الذي نتخوف ولنا حق في ذلك من تأثيره على حصة مصر من مياه النيل، وهي حصة تاريخية بالغة نحو 84.5 مليار متر مكعب، وهي لم تعد كافية. مخاوفنا من السد من أن السعة التخزينية له سعة كبيرة ستؤثر على وصول حصتنا كاملة إلى بحيرة ناصر. هذا التأثير سينعكس بدوره على الإنتاج الكهرباء من السد، بالنظر إلى أن شدة التيار ستكون قليلة لأن المياه التي سترد إلينا قليلة. التفاوض المصري حول هذا الأمر عبر جولتين في الخرطوم لما يسمى باللجنة الثلاثية، أداء مصري أنا خلينا أقول أنه أداء ضعيف، غير واضح المعالم، غير شفاف مع الشعب المصري، لأن الأسابيع الأخيرة حصل تطور نوعي في هذا الملف. هذا التطور النوعي هو أن الأشقاء في السودان السيد البشير انحاز جملة وتفصيلا وعلانية لإثيوبيا، واعتبر أن هذا السد مفيد جدا للسودان ولأمنه القومي. في المقابل الرئاسة المصرية والقائمين على الدولة المصرية لم يقدروا خطر هذه التصريحات
وخطر التنسيق ما بين السودان العربي مع إثيوبيا. كان يتوجب على الرئاسة المصرية أن تخرج لتعلن موقف وقوي وصريح من أن مصر لن تفرط في حقوقها المائية، والأمر مش لا من الخطأ الكبير أن يتم تركه إلى السيد وزير الري اللي أنا مش عارف اسمه لأنه راجل فني. طيب خلينا نتكلم نقول احنا شايفين على مدار سنوات دلوقتي ملف سد النهضة، شايفين للأسف الإخفاقات أكثر بكثير جدا من النجاحات على مدار كذا عقد وعلى مدار كذا لا مش كذا عقد. هو الدولة المصرية بعد ثورة يناير يا إثيوبيا رأت أن الدولة المصرية في حالة ضعف وانشغال بالشأن الداخلي، فأقدمت على الذي لم تكن لتجرؤ أن تقدم عليه قبل ذلك، وشرعوا في حدث ما حدث. المفاوض المصري يجب ان يضع نصب عينيه امر مهم جدا، هو تقليل السعه التخزينيه لهذا السد بما لا يؤثر على حصه مصر وامن مصر المائي، لان ده هو الامن. يعني انت لما بتتكلم عن المائي، انت لما بتتكلم عن امن قومي كمان كتير قوي كلمه الامن القومي اصلها كلمه مطاطه قوي. كلمه الامن القومي فيما يخص مصر لها شقين، الشق الاول مرتبط بمياه النيل، والشق الثاني مرتبط بالوحده الوطنيه وتماسك هذا الشعب من الداخل. انت بتتكلم في امن مائي وامن قومي، يتعين على الكبار في هذه الدوله ان يتحركوا وان ياخذوا مواقف قويه ومعلنه. طيب وعشان كده ده سؤال يا فندم، هل شايف ان ما هي المشكله؟ هل المشكله من هو مسؤول عن هذا الملف، ام المشكله في تنوع المسؤولين على مدار السلطات يعني الخارجيه متداخله والري ايضا متداخل، لكن الامر يحتاج الى يعني أكبر رأس في الدولة في اللحظة الراهنة يتدخل في هذا الأمر، لأنه الوقت ليس في صالح مصر. الإثيوبيون يماطلون، يتحدث عن لقاء ثلاثي بعد لقاء رباعي، طب نجيب خبرة، طيب ندرس، طب نعمل توصيات، وهو بيبني على الأرض، صحيح بيفرض أمر واقع على الأرض. على المؤتمر الشهير المصرية أن تتحرك لتأمين أمنها المائي وأمنها القومي. تفتكر طبعا يعني أكيد كلنا نفتكر المؤتمر الشهير المغلق المعلن المذاع لو تفتكر، واللي يمكن أودى بحياة كثير من الأساسيين. نتمنى أن أداء الدولة المصرية فيما يخص مياه النيل يتحرك قدما عن هذا المربع الذي ما زلنا نبرعه. طيب استعد بقى عشان يوم الاربعاء الجاي هنقعد تاني في البيت شكلنا كده ولا ايه؟ والله الخبراء الارصاد يتحدثون عن ان موجه جديده تجتاح البلاد الاربعاء المقبل. والله يعني نتمنى من الله انها تكون خفيفه على المصريين. وانا يعني في بس انا شاغلني حاجه مهمه جدا كنت بتناقش فيها مع زميل من يومين، هو مناهج الجغرافيا التي ندرسها التي تحدثنا طوال الوقت عن حار جاف صيف في منطقة شتاء، هل هذه الأمور ما زالت على حالها كما درسناها قبل 20 و30 سنة؟ محتاجين نعرف. تغير الحرارة بيبقى ببطء شديد جدا جدا، لكن برضو لازم نحن نقول لأولادنا يعني احتباس حراري، يعني إيه ذوبان جليد في المحيط المتجمد، يعني أوزون، يعني الأمور كلها مهمة جدا. بشكرك الصحفي استاذ خالد ابو بكر، بشكرك شكرا جزيلا، وان شاء الله باذن الله كده نتابعك نتابع مع حضرتك اخبار في الايام اللي جايه ان شاء الله. مشاهدينا هنروح لفاصل ونرجع تاني، ونهاركم سعيد على نهار اللايف.